دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد فوراً ودون تلكؤ لاتخاذ القرار الحاسم لوقف إطلاق النار، دعوة اللبنانيين جميعاً إلى إنقاذ وطنهم. فالوقت ليس وقتاً للجدل العقيم، والزمن ليس زمن المطالب والمكاسب، الوقت هو وقت التفاهم والتعاون والتلاقي، لأن الكيان اللبناني بات معرضاً للمخاطر والضياع. فأطماع العدو الإسرائيلي ليس لها حدود. قيام مجلس النواب وفوراً بالشروع إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بثقة جميع اللبنانيين، وذلك تقيداً بأحكام الدستور وبأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق. الشروع فوراً بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 كاملاً، بما يتضمن من دعم للجيش اللبناني وتعزيز إمكانياته وقدراته للدفاع عن لبنان وتأكيد انتشاره الواسع في منطقة جنوب الليطاني.